مثل ما قلت لفخامة الرئيس أنا. لم تتوقف أبو ظبي والكيانات التابعة لها في اليمن عن السعي إلى إحكام السيطرة على أرخبيل سوق قطرة تمهيدا لفصلها عن السيادة اليمنية، فالتحركات المشبوهة للإمارات عادت من جديد بقيادة وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة سالم السقطري التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. المعلومات الواردة من الأرخبيل تؤكد قيام الوزير السقطري بصرف مبالغ مالية لمشايخ وأعيان ووجهات رسمية في الجزيرة مقابل التوقيع لصالح حملة تهدف إلى فصل سقطرى عن محيطها اليمني بتنسيق كامل مع مندوب مؤسسة خليفة خلفان المزروعي. حملة ومشروع فصل أرخبيل سقطرى عن السيادة اليمنية التي يتصدرها الوزير السقطري لم تكن وليدة اللحظة، بل بدأت منذ عام 2016 وعبر ما عرفت آنذاك بصفقة واتفاقية دكسوم التي نصت على تأجير جزيرة سقطرى لمدة 99 عاما لدولة الإمارات. انتهاكات الوزير السقطري لمؤسسات الدولة والسيادة الوطنية لم تتوقف، فالرجل تعدى أيضا صلاحيات محافظ سقطرى من خلال دعوة أعضاء المكتب التنفيذي لانعقاده، وشرع في ممارسة مهام المحافظ وهو ما اعتبره الكثيرون تعديا لصلاحيات المحافظ محروس ومخالفة واضحة للقانون والدستور. سقطرى ونمنع هذه الأشياء، لكن هو الأمر ذاته الذي حذر منه محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس قبل أيام أعضاء المكتب التنفيذي بعدم تلبية أي دعوات لعقده ما لم تكن صادرة من قبله، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية. تواصل الإمارات والكيانات التابعة لها العبث بمحافظة أرخبيل سقطرى إذن، وتستمر في مشروعها الهادف إلى فصل جزيرة سقطرى عن السيادة اليمنية، مستغلة بذلك ضعف مؤسسات الدولة وتواطؤ العديد من قياداتها مع مشروع أبو ظبي في البلاد.